أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز الخبر من قلب الحدث. اسمحوا لي في بداية هذا الحفل أن أرحب بالجميع أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي زملائي داخل جمعية الصحافة الجديدة. جريا لعادتها في التحفيز والتكريم ومكافأة من جمعية الصحافة الجديدة لمجموعة من الأبطال الذين بصموا على باركور جيد طيلة السنة سواء في ريادات فردية أو جماعية. كما قلت بصموا على موسم جيد. جمعية الصحافة كافأتهم اليوم على مجهودهم. يعني ثلاث أبطال في كفة واحدة وكلهم يحملون لقب. لقب المسير المجتهد. جمعية الصحافة اليوم كرمت قامات ريادية وصحافية كان لها باع طويل سواء في الريادة أو في الصحافة ولم تحظى بتكريم تكريمات. اليوم جمعية الصحافة التفتت إلى هذه الفئة. جاني بحال شي عرس وهذه ما كنتش مجرد راه في بالي دابا في العرس اصلا الراجل كيعطي المراه الدهاز يجهز بها بابا انا خدام كنا عطاها غير دهاز ما دار لي اصلا ما والو قال لها فاطمه ما خاطرش انا كنبغي غير خليك تكلي الدراري اللي هما حنا حيت جينا من بعد بكنيته ويلي ما قالها لي قالت لهم الدهاز يخسر صداعي فوت وريني السميه تاعها ولدات خويا كبر مني زادني انا الثاني وهاي جبنات اخرين اخر ولدان كان 22 عام هاي عاد عقلت راه غبت عمو ناس كثير